أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن وعلى العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بآياتنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.
واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. في تغيير بسيط بس في الجدول وعلقناه هنا، وفي برضو واحد ثاني عند غرف النوم هناك، غرفة النوم. الأمر الثاني الإقامة، راح يكون وقت صلاة الفجر والظهر بين الأذان والإقامة 20 دقيقة الوقت الجديد.
الباقيين زي ما كان ربع ساعة. والله يتقبلنا منكم حبيبي. يصلي يصلي بذاته. كم 40% تراك تشوف ليش؟ ايه؟ قال لا مو بنت رفيجك بس انت يمكن يخصم عليك اذا ما قمت بدري واذنت. من قال لا؟ سافيفي. لا ما في الا مقلقل. كبدتك هو واحد يصرها عليك. ما كبده تبغى كبده؟ يقول مخلص في مقلقل. ليه اسالك بالله ايش تبغى؟ خلاص يقول مقلقل يقول مقلقل واه يقول ما في الا بيض عيون. في ايش في مقلقل؟ لا ما في. تبغى بيض عيون؟ شكشوكه فيه؟ يقول لا ما في. يلا يا الواحد تبرع يطلب تو موجود الحين بيجي ترى علينا مطبخ المطبخ بعلمك بعلمه زي اي والله الصوت ذا وش وش هو؟ الصوت ذا وش سالم؟ تني ما اعطيته اهتمام على انهم ناس يشتغلون والله لا لا انا من الساعه 11 قايم افطر هنا وهو يطلع صوت نظامك انا من الساعة 11 وانا قايم وهو الصوت ذا موجود تكون يا ريال سماعه شفت منير يوم جينا ذاك اليوم نطلب ايوه هني بعد افهمها جينا ذاك اليوم انا وانت من ادعي صادق 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 ايوه اي نفسنا ادري كذا صادق ما احنا كنا جالسين هنا ايوه جلسنا نطلب كل الساعة 9 ايوه ذاك اليوم ايوه ايوه ودخل علينا واحد ثاني مع منير العمال وشاف ايش طلبنا وانه ذي وانه يقول لا والله اني ما اعلم المنير انكم هنا صادق قال والله ما حد ما لي كذا والله ما اعلم جاك ثيبان والوضع ريتل ايه بس ما شفت يدين العلم انه مرسل اسمانا الثلاثه لا النظر سلام ورحمه الله عشان ما إيه عشان يضبط لنا الطبق طيب عيض الله وجهه يعني الحين على في المطعم هذا الله وجهك والله ان منيركم ايش السالفه يا رشيد مش تميل
طارق انت تسوي فرقه والله احنا في السلسله. من ايه؟ فطور صحيح. انا اكلت ام قلقل من خلاص مخليه هو الطباخ حقنا. انت من يسوي لك مشرف بس. كم الوقت يا ابو كم الوقت الغالي؟ الساعه 12. طيب انت اللي موجود متى يضبط؟ ايش الطلب؟ ايه وش شن طالب؟ صب الاسماء عطني لحمتك عطني لحم الحق الحق داوي علينا الحق اسمع مني والد علي الحق الرجال داوي الحق طيب الحق الحق اللي لا هلا واقف عند الباب الحق عند الباب شو الشيء اركض تبع لحم ابو محمد اسم عمره يلا حي حم بسم الله وش به او كم السلام عليكم ارحب مليون عليكم السلام وش به انا لا تعطيني صح بشارك واحد منهم انا اوه بس يعني احنا خمسه خمسه كلكم دولا بس اي كل ارحب سته سته هلا ابو محمد لا واحد انا واحد زياده تو فطور سبعه سبعه ادري ايش يسوي عندهم لحم وبيض ايش تبي؟ قلقل لحم ارح عطنا عطنا صحني انا لي الحاليه ونير صحن اي منظم لازم منظم وكذا تعرف وقاعد اتعب عشان الشباب صف لي بصحن وايد والله على الجدول والشباب برضو عطهم كيف الجدول يا عيال بس الله مجد وبين ذا طبعا 20 دقيقه مدينا نلحق الظهر والفجر لأن كلها تصحى من النوم اغلبها الفجر سبحان الله يدن ونحن في مكان عاد لا وسبيكر هذا ذي ما ادري ايه وسبيكر معي يلا طيب بيض الله وجهك ودي سوي جلجل تعال يا زروط يا امير احسب حسابنا يا امير كيف يرد سلام كيف حالك ضيف ما اخذت سيدك اليوم الله الله جلجل منير منير يا منير يا منير لا ما شفارك بس بس اللحم شيء والطق شيء منير يا منير يا سيد الرجال ايوه منير يا منير اسمع يا سيد الرجال الله منير يا منير يا سيد الرجال منير يا منير يا سيد الرجال طه يا طه يا سيد الرجال طه يا طه يا سيد الرجال اسمع منير يا منير يا سيد الرجال منير يا منير الله يا سيد الرجال منير يا منير هذا بيبيض شيء يا عيال حلوه منير بيض شيء يا عيال ان شاء الله لحم ان شاء الله منظم لحم لحم بس ايوه بس بيض. بدون فلفل بدون فلفل بدون بيض منير بدون يا منير يا سيد الرجال منير يا منير يا سيد الرجال المنير حبك ضرب عندي كل امبير منير يا سيد الرجال في حبك ضرب يلا ابي ما اشوف واحد ولا شيء يمين يسار ضربه اول شيء ضربه كذا بعدين كيكي يلا يلا ما اشوف واحد منير يا منير يا سيد الرجال منير يا منير بحبك ضرب اسرع اسرع لا لخبطت لا ترى هي فيها اضافيه تحدي زياده ها ضربت كذا كذا يلا يلا ثنتين بدا واحد يمين تحت من فوق ترى انا تحت من فوق ثنتين قدام صبر يا طيب أنا طارق طيور أنا أقول لك يا أخوي كيف تبدأ خلاص فوت أنا اللي تعد أنا اللي تعد يلا خلاص عاد عاد لا تطقطق أنا اللي تعد تعال غير دي تعال تعال شوف شوف شفت النظارات بعدين ما
هنيكم مرة تبخرون. خالد طيب حيه خالد لابن المستشار الجميل. ايوه تكفى تكفى. ها اي والله تكفى مليان. يا ابو خالد يستاهل مستشار عشان بعد يومين لما اجي السعوديه اي شيء قانوني عندي ابو عابد. احس بسوي لك مساج. لا انا بتجي للكويت. هاي ان شاء الله ان شاء الله تجي. بعد راسي كم ابو عابد عندنا؟ يا بعد واجد استغلاهم طال عمرك. يا بعد سبجي جعلك ما تستلمنا. لا لا قطاتك صعبه عندي يا ولد. ما له حل. امس قطتي عليك سامحني والله ترى غشمرتي ثقيله. يا رجال وسع صدري. هذه احد الغشمرات الثقيله. ولا يا بابا وسع صدري. تدري ان هذه تدري ايش المشكلة؟ شنو؟ يعني شوف في قطات مثلا عندنا احنا عادية يعني داردة، فلما اقولها لك مو حلوة في الكويت مثلا. لا احنا سهلات الوضع. اي قطة راح ندري خفة دم و زين وسعة صدر. تبي تناديني كساندرا نادني كساندرا. وش ذا كساندرا بعد؟ يعني شغالة جديدة؟ شغالة جديدة فلبينية. أنا وسهلا بعرف الشغالات. مستكعات. سهل الله. بس البنطرون سعد مو طبيعي. نار 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 شراب. اي والله. لكن حر يا ولد. تقول سيراميك حمار. كل ما اشوفه كبي ياخذ شوى. انا طلعت اللحيه كانت مثقله علي عرفت. الحين احس روحي شوي احس روحي خفيف شوي. ما شوف خخ عقلك من بعد السكسوكه. ظني الحلاق شطب شيء منها. مشكله من العقل. ها شكرا يا والله. وين راح هذا؟ قريب قريب. حي الله الناضج. يا أخي والله يوكلون ويضبطون برضه ما راح يعطيك الاول وحتى بالتقييم يا اخي في انصاف. تمنونا ايه نكبر. والله النكبه ابو علي نكبر نكبر. ها تمنونا عشان نكبر نكبر. عبالي نكبر. نعم ملك الاصفار ابو علي. اهلا يا منير يا طيب. اي والله قارني ما لحقت عليك يا منير. اي والله يا منير. بدون طماط؟ في احد بدون طماط؟ انا بشارك الشباب الصراحه. انا كلش. انا شنو كلش؟ كلش يعني حط كل شيء. انت كلش؟ كل شيء كل شيء كل شيء. يلا نتعلم احنا كلش. اي كلش. نفس عندكم في شيء هني غريب. طال جمع عصير شنو؟ يا سيد الرجال جمع. لا 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 نقول عصاير طالع. ننقص وانت عصيرات يا مالك. عطنا واحد طبقات. ختمت المراجل في سن الفطام. طال عمرك طال
يا سيد الرجال من عرب وسبان لا 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 ما من اللي بيشاركني لان انا ماني ماكل واحد ثاني انا راح اشارك بس حاس يقول لك كل مشروك مبروك تعالي أيوة. باكل وياك عشان تتبارك هاي طيب كل البركه فيك عشان كذا جرت الفوق حقنا منير والله يا صديق طلع ترى الصحن شو هالجمال اسمع بس انه بدون فلفل خير عساك بدون فلفل فين الشبريه هذا كله بدون فلفل كفو بيض الله وجهك هذا الشبريه عطني شده عطني سبسبس شطه وسبسبس يلا يلا لا عكس لا انت انا يا انا الله لا الا يلا طيب تعوذ مني ليش تشويه تعوذ بالله الله استغفر الله يا ابو علي مزحه ابو علي والله يا الربع جاي منفس صاحي من النوم تعرف شباب ابشروا بالاصفار هذا ما بيقصر ابو علي هلا بالزين ما يقصر يا سلام ما عرفتك انت معصب انا ما عرفتك انت معصب شيء فلفل يا اخي هلا فلفل مو بلايق عليك انك تعصب يا ابو علي والله صح مو عليك مو بلايق عليك نفسك ما عليك ولا دايق وانا اعوذ بالله مو عليك لا يا قلب ما عليك حتى انك تقعد تصح مني اعوذ بالله طفي النفسيه من النفسيه لا نفسيتي اقول لك خلاص انا جاي مديت الفاضل بس ما شاء الله ابو علي كيف حالك كيف حالك اعوذ بالله اي بس سعد عطنا خبز بالله لا لا شمس 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 كذا اتعود شمس ليمون ليمون تعال داخل داخل يا داخل لا لا ماشي والله حر يا حلو بس تشيس لازم والله شكل حار لك الفلفل ما ياكل خطينا يا عيال شو الوضع ابو علي كيف حالك يا قلبي صبح يا اخي تنسق بس بالخير حالك يا قلبي امشي ابو خالد داخل احنا ما نقدر اسلم يا احسن منافس هلا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا ابو خالد ابو خالد تمام واصل مقلقل ونقول ايش خلني اليوم واصل مقلقل ونقول ايش شكلك اليوم اجيك انا واصل مقلقل ونقول ايش نقول الطقطق على مخي انجش تقول ضربة سومي لا 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 ترى شوف والله ضربة سومي والله راح سبحان الله راحت اني امزح ابغى تروح حركة اعرفك حركي علي حركيات خذك والله عطنا كاسات يا لا تستهبل سويله عطونا كاسات تكفون كاسات تعال ابو خالد وياك انا ماني ماكل والله واحد كامل والله يلا بسم الله الرحمن الرحيم ابو صلوح معك كوب شفنا اكواب يا ولد تعال يا صالح صالح تعال اكواب بالله افطر متى 11 لا افطر قابلنا جدي صالح يا الهي جدي صالح مفطر من الساعه 11 ما شاء الله عليه كم والله قام وافطر مع العرب الحين احنا اسمه هذا فطور غد فطور غد اي فطور غد فطور غد يعني نسميه ريوك ريوك لا هذا فطور صدق خلت ريوك ابو محمد بارد اللي عندك ارحب حلوه السؤالات الكوم انت هنا والله هذه بارد اللي عندك السلام لا اخوتي انا تو حاطه الثلاجه حيا الله مساء المنظم عنك والله عنك 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 حلفت انا حلفت حلفت قلت والله بطرون جعل مع العافيه الله يعافيك يا زينهم يا ناس مدينهم مدينهم في قرب روق امشي مريحه الطبخ ابراهيم هو يا عيال ولا بدون؟ انا بدون رغبه بدون رغبه بالله لا بدون رغبه ما يلحق ما يلحق الشرع يعني ايوه قرب ايوه
شايب رغوة طبعا شايب شاهي عادي بريال، شايب رغوة 3 ريال. عطني والله شطة يا ابو خالد شطة روح تفطر بدري بس في شيء غاز هنا في صوت هنا غاز ايوه تفطر غرفة ذي شطة يا عيال لا لا محمد صالح ارحب شطة ايوه هذا واحد راح الله يذكره بالخير راح دولة من الدول ايه حصل شاي قال واحد شاي قال الشاي تخيلها بالريال عرفت؟ قال الشاي بريال تبغى برغوه بثلاث ريال قالوا فش رغوه ذي؟ قال عطره برغوه ملك من فوق فطلع دياك شوي كذا ما هو قال برغوه ايش تقول؟ قال ايوه وتعرف ما شاء الله عليه بغى يذبحه عاد اعطاه ثلاث ريال وخذ الشاي بالله فاز فلا احد قام يلك شاي برغوه قول لا هذا اسلوب تسويق عطني عادي رغوه ما غير يرفع البراد والله تصور المزرعه له اخذ محمد ايوه انا لا 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 جيب الجبل تحت باب ارحب هلا علي نبي انا امزح احسب لي ربع ساعه ما تشوفني ولا اقل صالح بسم الله سم خبز تشيز ارحب الحركه يعني ما يباب هذا الحين اخاف تنقل لا جرب عاد هذه حركات ولا انا والله طاح حاجه بس انه هو اللي موصل هذا يا شباب باقي يومين على البرايم الله يضيق صدرك الله يرعاك ابو خالد والله انا كنت طيب معك والله ولا ودي اقول كلمه لكم قسما بالله دوب 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 يمكن اكون انا ما احتدي زين يمكن واحد يدش لبرايم يطلع من البرنامج ويقولوا له انت ما فاشل ومن الكلام هذا اسلم والله لا يصدق هذا يقول لكم في مره كان نسر عنده اربع بيضات من هو نسر اي كان عنده اربع بيضات صار زلزال وتطيح واحده من البيضات هذه من العش مال النسر وتنزل وتطيح بعش شنو دجاج عش دجاج سبحان الله بعد فترة كبر الدجاجة ربت هذا البيضة هذه لين صار نسر بعد فترة شنو صار النسر صار نفس الدجاج عبالة انه ما يطير لين شاف نسور قاعد يطيرون شافهم يشبهونه فطالع الدجاج قال لهم ابي اطير قال صدقت روحك انك تطير والغبي صدق روحه انه دجاج عرفت نكته ذي حلوه لا مو نكته والله هذا طال عمرك سالفه صدق انتوا موجودين ولا طلعتوا ترى كلكم نجوم فقط مشاركتك بهذا البرنامج حد النجم هذه شهاده ارحبوا قوه هذه ايه تعثر معي ايوه مو نجم اجرني عبد الله بليته نسر بغى يطير ابو سعيد انه يطيح خذ الحماس نسر يا حلك تبغى تحلك بالله اذا بتحلك انا تحديد بس والله ما كان حمد انا قبل ما اذبح شيء قرب عندي يا باكر الله يخليك الناضج احترينا هنا يا رب يا رب من على الحاف بس الجرم هنا قلت لك جنبك يا سلطان اكل قلت لنا الله يبيض وجهكم اشرف ارجع لكم مرد شو طالب؟ والله مالك داعي ايش قال؟ ارحبوا والله يا قوتي نول لقمتي مني ايش عندك تو؟ ارحب يا ما احترقت لا لا والله متاخر ام دعش الا واو احسن قوده ثانيه اكتبنا يا اخوان تعال تعال اكتب تعال تعال لن يقرروا هالطريقه يا شباب معك فيها شيء ما اعرف حكيم في المواقف معك فيها علم والله ما اعرف حكيم عند الاكل يا بسيط لا اكبر من الشيء هي عرفت هذه بالنسبه لك انت كيف الحال ابو علي؟ شعل بالعافيه بالعافيه كنا في بطوننا مين طالب كوب؟ بطوننا قصدك بطوننا كلنا يعني كلنا عشان نفصل معدتنا ابو علي عاد واحد يتقسم ابو علي ابو علي يقول مالك بالعافية اللي كليته كان في بطوننا فهمتها؟ هالحرج ما فهم ما زين
ابو علي ترى مدحه مدحه ابو علي هذا ابو علي هلا كما والله ما عيط ترى مدحه يا ابو علي حياك ابو علي والله انها مدحه ويانا والله اي وش بك ايش بك زعلت ما عجبك لا ما زعلت زعلت ذاك الثاني صعوبه التفاهم ما زعلت صعوبة تمام على المعلومة المتلقي هذا هذا يبغى لمسعيد الحارثي يجي في النص يجي هني انا احب قول لنا اشياء لا تقول شيء ما ثلاث شباب والله انك تزعلهم الحركة هذه اي حركة اي حركة اي حركة والله انا اسف لا والله لا والله شوف ما تقول يا شباب ما تكثرها معي انا كل واحد تكلم عن نفسه ابو علي ايش ابو علي بين اخوك بس حاول ما تكثرها امشي طال عمرك ايه مرتين لك باليوم بس لا لا مرتين مرتين واحدة واحدة بعد واحدة يا ولدك بتشلك على الكرسي البارح اه ابو علي والله انت شديد الصراحة مرة ابو علي السلام ان شاء الله تبدا الله يسلمك منو ايش محمود 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 يا حبيبي ما هو دوسه انا بدال ما نشكك فيك انا بدال وهذه مسابقه وان دوافي وانك مطروخ يا ابو وان طنيخه يقول النقطه لا طالع فيني والله شوف بعض الاحيان اقدر بكني لكن ابشر بلا الا طالع فينا سو هذه ذاك الكلش سولف ونضحك ونضيع الوقت صادقت والله ابو علي سبحان الله مع انك ثقيل الوزن ولكن خفيف الروح وجميل القلب اي والله هاي بس ايش هاي سبه هاي ثقيل القلب ثقيل شنو القلب ثقيل لو القلم يصير خفيف تطير يعني كم الحين امدحك ابو علي لا والله مو ثقيل كله تعطينا اصفار هي الثقيل يعطيك 20 30 تذكروني معنا معذب معذب بطلنا بطلنا ابو خالد لا انت ملعقه الملعقه نفسها يا ولد وخلوا ديالا بس شباب بس 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 فين الصوره اللي سواها شو اسمه علي 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 ترى وش على الدوس عوايل عوايل ترى ذاكرته اربع شو اسمه 10 ثواني عمره 14 يوم خلا عشان كذي تكش ترجع لك إيه تروح الغبية وترجع مرة ثانية نسيت النيرة هي بس أبا قديتوا قديتوا والله والله نش قديتي هنا سبحان الله تحبك تحبك تنسوي تعود فين الصورة اللي سواها سعد الدوسري من الله يصلح عبد العزيز عشان هذا الحين ليش جلستوا هنا أنتم؟ ما أعرف ما أدري شلون تخيلك على شاطي شرف شاطي شرف لبقة شاطي سبعة شاطي الكرنش والله العظيم اني ابغى بسرعه اكل ابغى اقوم ترى شباب ما تبغى انت صح؟ تان هذه برونز ايه اي تان هذه حرك طال عمرك صاحبي عوايل جلست عليها عوايل شكل خالد وين الصور انا ازهر ما اتكلم عن صورك ما يفهم ذا قسم بالله كل ما وخرت واحد جانا واحد انا شاك انه ذبان فين الصورة يا سعد اللي معك؟ اللي تقول اذا حطيتها عندك عشان ما يجيكم شيء في نايمين خلاص يا سعد جاب شباب نايمين في المجلس اسمع حط صحيفة هنا حط صورتين الكبار ما الكبار حط صحيفة تكفى هني ابو علي في طابعة ملونة داخل اطبع كل واحد واحد بس والله اني ما اتوقع الدبان اللي عندنا هنا قليل الحياة ها قليل الحياة والله قليل الحياة وما يشوف وما يسمع ومو متربي ويا انسان ما في وما في عقل والله لو اني باب الافلح بعد الكلام ما يروح ما يروح والله نزيد خلاص استحوا استحوا ما سمعت شكار رجال ابلع يا اخي صالح انت شفت في ناس تتكلم عليه بالبرايم ولا يطلعون ترى تكلم عنهم سامي الجولي بالبرايم بالله مصرين اللي يتكاثروا بس تدرون منها فوائد سبحان الله ايوه شوف مركزين والله العيال امس من فوائد اطلع السلامة اذا فيك جرح تجي على الجرح يلتم صح ذبان ايه وتلقح النباتات بينه وبين تلقينا شيء تروح هناك والله الدروب ما شاء الله مركزين يا ولد توليد لانها مني معلومات عرفت يا ولد؟ عطني معلومات صالح ثانيه وش فيه؟ ايه معلومه ثالثه الله ينشبك والله انا اللي ماني حافظها عند هذيك ما حد سمعها الثالثه ايش ابو عندي ابو باقي ثالثه محمد شو اسمه؟ وش هي؟ تنظف البيئه لا الهواء 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 تنقي الهواء اه ما شاء الله لما تطير ذيك تطير الطاقه ما يديك ذيك كذا وسبحان الله تاكل حشرات واذا قلت كذا فمك تزيد سويتوها عندك سبحان الله ترى الدنيا تقطع يعني انت تنصح ان الذبان يجي ازود لا انصحك تسوي ذيب شوي شوي شوي
اخ وليد صدق الشاعر يوم قال صوت صفير بلبلي هيج قلبي الثملي صوت صفير فقلت له لا تولي الحمد لله فقال كان حلمي احفظه الله يجعله بالعافيه يا رجال كلوا 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 هذيك يا مرحبا والله بالاكل هذا هذه الاكولات اللي تجي يا هلا يا هلا اكولات صدقنا اكولات كاس العالم اكولات كاس العالم يا شباب محمد المسعود يقول اسكتوا باقعين انت ابدي ريالتي ريالتي محمد المسعود يقول اسكتوا لا احد يرحب انا ماني موجود اسكت وين محمد متى يجي يا اخي متى بيجي محمد تعال 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 باقي اربع دقائق اربع دقائق تعال تعال اربع دقائق انظر فضايح خف علينا يا الشيف بيروح يوزن يوزن الكاميرا شنو لا يسمعك ابو علي ويجي هنا الحين خرجت مع ابو علي ها لبيه ازل ازل حل عندي بس الحين خليني اروح انام خلاص قم 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 اطلق قم قم انام بلح روح نام يا ابو خالد روح خلاص يا ابو علي قول طيب كم بس راح اروح